بتجيب معناها تو الفارق يعني ما بين فهمتي معناها الفارق ما بين ما نحن الفارق يعني الفارق تو هوني ما بين هذا المشكل تو اليوم لأن الأكثر التوريد تو جاي من الجزائر وأكثر وأكثر فهمتي الشيء قاعد يتفاقم أكثر هو أنه الإطارات النفطية اليوم قاعدة تدخل فهمتي معناها يعني من ليبيا وهذا يرجع من بين فهمتي معناها هو الفارق ما احنا فهمتي كفهمتي مؤسسات معناها الفارق هو ما بيناتنا ما بين ما هو فهمتي في ليبيا وما هو فهمتي معناها بالنسبة فهمتي لينا نحن احنا الفرق نخلصوا كما كنت تعرف انت الاخ زياد كنت في موضوع التبيع التبيع احنا نخلصوا 18% التبيع الفرق يكون التبيع 18% الدرواد الدوان كما ذكرنا في سالفا كنت معناها 15% درواد الكونسوماسيون كنت معناها 10% وغير ذلك وهذا كنت معناها حتى كنت معناها يكون الفارق كنت معناها اللي ما بين احنا وما بين كنت معناها يعني الشيء اللي قاعد يتورد ولو الشيء منه كنت قاعد يتورد كنت معناها كان كنت معناها بلوكا جودة انا باي صفة او كان معناها الاذاعة باش تجي من ليبيا الله اعلم احنا كنت معناها الكيفية فهمتي متاع الخزن يعني في ليبيا والكيفية فهمتي احنا لان نخضع فهمتي معناها وفما شروط وفما معناها انه فهمتي كما قلنا ان مسألة الخزن عندها فهمتي اهمية كبيرة ياسر والمسألة فهمتي انه داب فابريكاسيون ما بين فهمتي البنو فهمتي معناها قد ما فهمتي يلزموا نقصوا اكثر ما يمكن في الاجال ما بين فهمتي الصنع وما بين فهمتي الاستهلاك قد ما يزيد قد ما فيه فهمتي معناها اذا فهمتي معناها ناخذوا مده طويله فهمتي ما يفوت يمكن العامين سنتين وقتها فهمتي عنده فهمتي معناها يعني اشكال وقد ما يزيد الاطار يولي يضيع فهمتي من الجوده نتاعو من البروبريتي يعني نتاعو خاطر معناها الإطار المطاط معناها فيه فهمتي معناها خاصيات يعني مش نشوفوا البنو كما هو فيه فهمتي معناها خاصيات يلزمها فهمتي فما الريزيستانس فهمتي معناها اللي هو فهمتي معناها يعني فما فهمتي زاد كذلك الإلاستيسيتي دو بنو فهمتي معناها يعني فما فهمتي معناها يعني وغير ذلك فهمتي معناها من الخاصيات اللي موجودة معناها في الإطار المطاطي مش من شيء موردين معناها توا فهمتي توا فيما بعد تسمح لي نالك توا بعد فهمتي معناها توا الرقم تراو الرقم قديش موردين المعلومات هذه راهي وصلت فهمتي لأغلب فهمتي الوزارات وصلت فهمتي الوزارة الأولى وصلناها وصلت للرئيس المجلس التأسيسي فهمتي ومعناها وصلت وزارة التجارة وزارة الصناعة هذه كل المعلومات عندهم المعلومات هذه الكل كان موجود وعندهم فما حاجة فهمتي معناها قلتها احنا في جوان اللي سبق فهمتي معناها الاتيكا فهمتي وانا فهمتي حاضر فهمتي معناها بين كوميسيون وحضرنا فهمتي مع المسؤولين بتاع الديوانة وقدمت ملف يعني فهمتي معناها الشأن هذا اللي هو تقريب الملف فهمتي هذايا فهمتي معناها المعلومات هذه اللي تقدمت معناها يعني اليوم معناها يعني شنو اللي صار؟ ما صارش فهمتي معناها حتى شيء وتكلمت وجبت فهمتي امثله وجبت امثله فهمتي معناها يعني في شيء من هذا من وقتها لليوم ما ثم حتى شيء توا احنا ان شاء الله جهود يلزم فهمتي جهود كيما عملوا سامحني بربي هذايا
قلت معناها قلت معناها ان من جهتنا احنا من جهتنا نعطيه فهمتي معناها المعلومات نعطيه الجانب الفني نعطيه شنو اللي فما ويلزم فهمتي معناها يعني الإدارة هي اللي يلزمها تقوم يعني بالرقابة فهمتي معناها فهمتي معناها للمسالك التوزيع الرقابة فهمتي معناها راهي ممكنة فهمتي معناها باش نراقبوا لأن نجم معناها عندنا الإمكانيات باش نمدوهم بالمعلومات لأن فهمتي بالنسبة فهمتي معناها اللي نحن احنا قطاع فهمتي معناها يعني منظم معناها يخضع لكل الشروط احنا التوريد فهمتي معناها الماركات معناها واضحة الشيء فهمتي نوردوا فيه شيء واضح معناها مش مشكل معناها يعني ولذا الإدارة يلزمها تراقب معناها وهوني معناها في الرقابة راهو فهمتي فما شيء يرجع فايدة وفايدة فهمتي معناها يعني للاقتصاد نتاع البلاد معناها يرجع فايدة فهمتي معناها لميزانية البلاد احنا تو قبيليك قلنا فهمتي معناها وخلي نوضح يعني هونيها معناها ما فهمتي معناها قيمة الواردات راهي قيمة هذه قلت قيمة استهلاك إطارات المطاطية في تونس هذه معناها نوضح هونيها معناها أوبري كويفرات إيش معناها معناها أوبري كويفرات معناها أوبري معناها بضاعة موردة ضيف عليها فهمتي التيفيا وضيف عليها دروا الدوان ودروا الكونسوماسيون إتسيتيرا إلا مارش بينيفيسيير وكل هذايا أنا نقول نعطي مثال بقطع النظر لدروا الدوان ودروا الكونسوماسيون والتخفيض والكل أغزر هذا برك بالنسبة فهمتي إذا ناخذ التيفيا اللي هي 18% واللي مقدر فهمتي معناها الرقم المعاملات معناها اللي احنا مش بدناش الهونية واللي هو مش مضبوط أما فما فهمتي ما يزيد على 600 مليون فهمتي معناها يعني دينار على الأقل 600 مليون دينار هذوما 600 مليون تقريب معناها مدخول فهمتي للدولة فهمتي إلا فهمتي معناها يعني هذا مدخول فهمتي 120 فهمتي مليون دينار ما نكثرش عليكم في الحسابات قديش اليوم الدولة تدخل دولة من حيث فهمتي الدبلوماسية 15 زيد المصاري نعطيكم معناها نعطي حاجة قلتوا احنا معناها فما وتجبد الموضوع احنا فهمتي معناها كل القياسات المتصنعه ما نوردوهاش برودوي سيميلير دوماشي معناها برودوي ان ديمونسيون فابريكي ما نوردوهاش انا هذايا فهمتي معناها انا نشوفه في قياسات فهمتي متصنعه موجوده في السوق هذا سنبدا بهذا السعر وهذا فهمتي ضرر فادح وكبير على المتصنع التونسي وهذا ذكرناه فهمتي قبيليك احنا ما نوردوش ما نوردو كان القياسات الغير متصنعه لي ديمونسيون سبيسيو للمعلومه المصنع التونسي عنده 1900 خدام خرج 470 حاليا نزلوا 1100 وخاسر 70 مليار تو ستيف كاتاستروف خاسر باش لا من حيث الجوده ولا من حيث تسمحني سمحني بسيطه لا من حيث جوده الاداره ولا من حيث حتى المشكله نتاع طلب بالعكس البنود تاعهم مطلوب واحنا شادين صف ونستناو باش ينزلوا يقول مثلا 70% من النشاط نتاعنا راهو نشاط محلي